حبيته 4 سنين، لأنه كان يستاهل إنه أحبه وأضحي وأخده بدون علم أهلي. اسمي أمينة رمضان، أنا من مدينة حلب، عمري 48 سنة. تعرفت عليه 2002، تجوزته 2006. كانوا أهلي رافضين لأنه هو معاق. عمره 38، أنا أكبر منه. خريج أدب إنجليزي، تخرج ب 2013. طلعنا بعد ما صارت الأحداث بحلب، كان بيتنا بمنطقة مو منطقة النظام. حاولنا إنه نطلع بطريقة نظامية، ما حدا ساعدنا بطريقة نظامية. آخر شيء حاولنا إنه نطلع مثل ما هالعالم عم تطلع. جينا على أزمة، ضلينا شي 10 أيام، 3 محاولات فشلت، رابع محاولة طلعنا فيه. هو طلع أول شيء إنه برك من قدام، أنا ما حسنت أبرك جنبه لأنه قالوا لي الكرسي لازم يضل آخر شيء. أنا كل فكري إنه بدي أوصل على الجزيرة، إنه أخذه بأحضاني إنه وصلنا وإنه تحقق حلمك، جيت على أوروبا. ما شفته، لقيته على الشط عم بيعملوا له إسعافات. انشق البلم ودخل المي لجوا، دخل على حلقه ووفى. لحالي لا، معي أهلي لا، حتى ولد منه ما عندي، إنه والله أقول إنه من ريحته، حتى لبسه ما عندي ولا قطعة من لبسه. غير الصور على الموبايل، كل يوم بطلع على الصور، بالنهار بالليل مساء قبل ما أنام. طول النهار محل الشاي، اشتغل محل الشاي منه، كان هو كتير كتير يحب يساعد العالم. وتاني شيء إنه تخلي الوقت يمشي، بس حاول إنه يطلع لبرا ويحقق حلمه، بس ما مشي الحال. لبين ما وصل راح الحلم وراح هو.